السلام عليكم، اهلا بيكم حبايبي في فيديو جديد. النهارده مع بعض هنتعلم فكره جديده للمربع اللي شايفينه قدامنا دلوقتي. المربع سهل جدا وسريع، ممكن تعملي مفرش منه، ممكن تعملي بلوزه زي ما انت عايزه. يلا بينا مع بعض خطوه بخطوه نعرف طريقه عمل الوحده النهارده، وكمان نزل الباترون بتاعها يكون في الشورتس باذن الله. تستفيدوا النهارده معايا، واي سؤال في التعليقات ممكن تسالوه وانا هجاوب عليه ان شاء الله. يلا بينا مع بعض خطوه بخطوه نبدا فيديو النهارده. نبدا مع بعض، بناخد خيط مع متوسط السمك ومع ابره رقم 3 او 4، وبنعمل الدايره السحريه نبقى بالشكل ده، وبنعمل اول غرزه كده وبنقفلها، نقفلها كويس، وبعدين نطلع 1 2 3 وناخد الخيط نقفل دي شويه، ندخل نعمل عمود بلفة 2 3 4، والثلاث سلاسل الأوانين نعتبرهم عمود يبقوا 5، بقى نعمل 1 2 2 غرز السلسلة، واللي عايز يعملهم 3 مش مشكلة تمام. وبعدين نعمل كمان 5 عمود بلفة 2 3 4 5، 2 سلسلة ونعمل 5 تانيين. هنكرر المجموعات عبارة عن 4 عشان المربع بتاعنا يطلع مظبوط. عملت الاربع اركان 1 2 3 4، ونعمل 2 السلسلة، وبنقفل في الغرزة الثالثة من العمود بالشكل ده، ودي اول خطوة معايا في المربع بالشكل ده. نبدأ الدور الثاني، ومشدينا ده كويس من تحت هنا وقفلنا الجزء ده، بعدين طلعنا 1 2 3، بناخد الخيط وبندخل في اول عمود وبنعمل العمود وبنكمل وشه، ندخل في الثاني نعمل عمود نكمل وش، الثالث عمود بنكمل وش، والرابع ما نكملوش بالشكل ده، وندخل مع بعض ناخدهم مع بعض في في غرزه واحده، ونعمل نقفلهم بالشكل ده. وبعدين نيجي في الفراغ دوت بنعمل عمود 2 عمود 3 عمود، وبعدين نعمل غرزة، وبعدين نعمل 3 تاني، 1 2 3. بناخد الخيط وبندخل في الأربعة دول وبنعمل 5، ادي عمود، ناخد الاول العمود الاولاني ده بالشكل ده، 2 عمود، 3 4 5 بالشكل ده، ونقفلهم مع بعض. وبعدين نيجي في الفراغ دوت نعمل 1 2 3 وغرزة سلسلة، ونعمل 3 تاني، 1 2 3. نيجي ناخد العمود الأولاني نقفله، وناخد العمود التاني ما نكملوش برضو، ناخد 5 مع بعض، وهكذا لغاية اخر الاربع اركان بتاعت المربع بالشكل ده. هنكمل كل المربع وارجع لكم تاني. كملت الاركان كلها وجيت في الاخر هنا برضو، وعملت في العمود منزلقة بالشكل ده، 1 2 3 4، وده الشكل النهائي بتاع المربع. هنكمل تاني هنا الاربعه الدور اللي عليه الدور الثالث، بنيجي ناخد 4 سلاسل دول
وبنيجي في الغرزة اللي مجمعة الغرز كلهم، هي ديت، وبنعمل هنا فيها سوري، بنعمل فيها الغرز بتاعتنا اللي هي الخمس غرز بتاعتنا، 1 2 3 4 5 تمام. بعدين بنيجي في الفراغ هنا اللي هو الركن، بنعمل 1 2 3 4 5 2 سلسلة، وفي نفس المكان بنعمل 5 تاني، 1 2 3 4 5. بناخد الخيط وبنيجي في اللي هما الخمسة اللي مجموعين، وبنعمل 5 تاني بالشكل ده في نفس المكان، 2 3 4 5. ناخد الخيط وبنعمل في الركن هنا برضو الخمسة اليمين وخمسة شمال بنفس النظام. يبقى في المجموعة اللي متجمعة مع بعض دول الخمسة، بنعمل 5 متفرقين تاني، وفي الركن بنعمل 10 بينهم 2 سلسلة. هنكمل كله وارجع لكم تاني. عملت الاركان بتاعتي، واخر ركن عملت فيه المنزلقة اللي انا سوري عملتها، بعمل المنزلقة في الايه، في الغرز اللي عندي، اخر غرزة فوق بعمل منزلقة بالشكل ده تمام. وادي المربع بتاعي زي ما انتم شايفين. الخطوة التانية ان شاء الله هنعملها غرزة حشو مع بعض، هنكمل الخطوة الجاية هتبقى زي ما قلت لكم غرزة حشو. بناخد غرزة وبندخل في العواميد كلها، بنعمل ادي 1 2 3 4 5. باجي هنا في الجزء دوت الفراغ هنا اللي بين الاتنين، المكان ده بنزل تحت واعمل عمود ولف. بعدين باجي في العمود الاولاني بعمل غرزة حشو كده، 3 4 5. باجي في الفراغ هنا بعمل 1 2 3، وهنا العمود بعمل غرزة حشو، وبكمل كل الاركان بتاعتي بنفس الطريقة. كملنا الشكل بالشكل ده، وعملنا الغرزة الحشو وغرزة العمود في الجزء التحتاني في الاماكن اللي ما فيهاش غرز. انا هوريتكم بالشكل ده، ممكن تستخدموا الالوان زي ما عايزين تعملوا، ممكن كل دور بلون مختلف تمام. بالطريقة دي ممكن تكملي زي ما انت عايزة تعملي المربع بالشكل ده، عايزة تكبريه تاني ممكن تتكبري بايه، بان انت تعملي 2 3، بتعملي الخطوة دي اللي هي عبارة عن عواميد بلفة في كل غرزة حشو عمود بالشكل ده، كل غرزة حشو عمود كده في كل العواميد، الغرزة حشو عواميد، كل غرزة عليها ايه عمود، كل غرزة عليها عمود، والغرزة اللي في النص هنا ادي الغرزة الاولانية بتاعت اللي في النص، ودي التانية اهي بنعمل فيها مش عمود لا 3 عواميد في النص، 2 3، واللي هي جنبيها عمود 1. وناخد العمود في كل غرزة حشو عمود بنفس الطريقة، نكمل بيه
بالشكل ده. انت كمان ممكن تشكلي الباترون اللي انت اخترتيه، احيانا كتير بتغيري فيه وبنغير فيه زي ما احنا عايزين. انا كمان بالذات ساعات بنزل لكم على الشورتس او على المنتدى باترونات، وساعات بيحصل فيها تعديل بتيجي كده بالصدفة، ان بيعجبني اعمل مثلا بدل الحشو اعمل عمويد، بدل العمويد اعمل حشو بالشكل ده في اي غرزة، وهكذا. يعني ساعات بندخل ابداعاتنا بندخلها مع الباترون اللي عندنا حسب الرؤية بتاعتنا. واللي حابب يعمل طبعا بالباترون اللي انا بنزله عادي بيعمل، طالما اتعلم الباترون بتاعنا كده لغاية اخر حاجة في الركن بالشكل ده اهي. بنيجي على التلاتة الحشو اللي هنا باخد واحدة، وهنا باخد تلاتة عمود، واحد اتنين تلاتة في غرزة الحشو اللي في النص، وبعدين الغرزة التانية اللي جنبيها بعمل غرزة واحدة، وبدخل في كل العمويد وبعمل في كل قصدي في كل الحشو بعمل عمويد. ادي الركنة الأولانية نصها عملته، والركنة التانية بالشكل ده. بكمل انا الاركان وهرجع لكم تاني. كده كملنا المربع بتاعنا وعملنا اخر خطوات بتاعته اللي هي العمويد بالشكل ده. كده المربع بتاعنا اكتمل والشكل بتاعنا اكتمل. ان شاء الله يكون الفيديو النهاردة عجبكم واستفدنا منه بطريقة جديدة للمفرش المربع، لبلوزة برضو ممكن تستفيدي منها. وإلى اللقاء ان شاء الله في فيديو اخرى بإذن الله.